القوات المسلحة المصرية يد تحمي ويد تبني، أقسم رجالها يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء. قوات مسلحة قوية وقادرة على تحقيق أمجادها سلما وحربا، فوقفت كسياج منيع يحمي الدولة المصرية ومن يحاول أن ينال من أمنها وأمان شعبها. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. وبعد ثورة 30 يونيو 2013 انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكرية والمدنية، واستطاعت مصر أن تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة. كان لابد من الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معدات تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل في مجال نظم التسليح المختلفة، وأنا أقدر أقول لكم يعني إن ده تحقق. هكذا تنوعت قدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية برا وبحرا وجوا، وشملت العديد من المحطات الفارقة في منظومة امتلاك القوة لحماية إرادة السلام. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارجها. وارتقت مصر إلى صدارة أقوى جيوش العالم. وتأبى الإرادة المصرية إلا أن تبقى أبية قوية رغم التحديات، لتشرق من جديد شمس تنموية عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة أرجاء مصر. مصر مش هتتبني غير بدراعات المصريين. وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل كان لابد أن تقطعه مصر رغم المخاطر، لتقهر التحديات وتضرب المثل في إدارة الأزمات فتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخنا المعاصر. ولسه نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير واقعنا. بلد بتقوم، مصر بتقوم. مشروعات تنموية شاملة في كافة أرجاء الوطن. احنا ما عندناش وقت، احنا بنسابق الزمن. استهدفت تحقيق نهضة تنموية حضرية ومكانة استراتيجية بإمكانية تتوافق مع طموحات شعبها في مستقبل أفضل، مستندة على جيش قوي. الجيش المصري، الجيش المخلص، قادر على ان هو يعمل بجد المستحيل. ويستمر الحلم وتتغير خريطة مصر. الآمال والأحلام تتحقق في مستقبل واعد بين التحديات والإنجازات، مؤمنين بقدراتنا كشعب قادر على صنع المستحيل.